طيب نرحب بحضراتكم مرة أكيد تانية، وهنتكلم زي ما نوهنا الفقرة دي تحديدا عن بطولات منتخب المواي تاي اللي بيستعد ليها دلوقتي في الفترة اللي جاية، وملفات كمان جديدة جدا وعديدة خاصة بهذا الملف. خلينا بس نرحب في البداية بضيفنا العزيز جدا الأستاذ محمود سعيد عبد القادر، المدير التنفيذي لاتحاد مواي تاي. أهلا أهلا، أهلا، صباح الهنا. وميرات أحمد لاعبة منتخب مصر طبعا للمواي تاي، بونجور، صباح الهنا. منورين الدنيا، سعداء بوجودكم معانا، وعارفين ان انتم بتستعدوا الفتره دي لمجموعه بطولات، حتى مش بطوله واحده، ما بين بطولات عربيه ودوليه. بس قبل بقى ما ندخل معاكم في تفاصيل استعدادكم للبطولات دي مبدئيا كده ميرات، يعني خلينا نبتدي معاكي ونعرف يعني خلفيه كده عنك، وخلي ضمن يعني كلامك عرفينا اشمعنى اخترت الرياضه دي، لان يمكن ما تبقاش دارجه قوي لبنات كتير في مرحله يعني سنيه مبكره ان هم يختاروا الرياضه دي بالشكل ده. انا عندي 17 سنه، انا بلعب بقالي حوالي 5 سنين تقريبا. انا لعبت رياضات كتير جدا يعني من ساعه ما كنت صغيره، بس ما كنتش لاقي نفسي في حاجه قوي. بعديها لقيت نفسي بحب المواي تاي وبلعبه، لقيت نفسي بجيب بطولات كتير قوي، بس حسيت ان انا دي رياضتي بقى، لقيت نفسي فيها. بس انا لعبت حاجات كتير، بس هو المواي تاي اكتر حاجه شدتني وحسستني يعني بنفسي اكتر. وحاليا لسه بتدرسي طبعا يعني؟ لسه داخله، انا ثانويه عامه لسه يعني. ربنا يعينك، داخله على المعمعه انت. فنون الدفاع عن النفس البنات دلوقتي كلها داخله فيها بشكل كبير جدا، وبقوا احسن كمان من الولاد. لا برضو شايفه كده؟ لا انت قول لنا فعلا محمود، يعني لا والله المشاركه فعلا النسائيه، مشاركه السيدات. عايز اقول لحضرتك احنا كنا لسه مخلصين دوره تدريبيه الاسبوع اللي فات، اول مره عدد البنات تفوق على عدد الرجال. يعني كنا نقول تعادل بس 30-30، فنسبه ال 50% ذات نفسها في دوره تدريبيه، ان مدربين انت بتعدي مدربين، ان هم نسبه السيدات وصلت ل 50%. دي نسبه مش ما كناش معتادين عليها في حتى في الاتحادات الاخرى، ما بالك بالرياضه ناشئه زي رياضه المواي تاي. كمان في بنحاول نعمل تعاون مع كلية التربية الرياضية للبنات الهرم، بنحاول نعمل تعاونات مع كيانات مختلفة يعني عشان يبقى في مشاركة. لا بتاعت البنات. في تعاون كبير ان شاء الله هيتم معاهم ان شاء الله في الفتره الجايه، خصوصا واحنا بنستعد زي ما الاستاذ كريم قال، عندنا اجنده دوليه كبيره داخلين عليها، بطولة عربية شهر 8 إن شاء الله، بطولة بحر متوسط في شهر 12، وبطولة العالم في شهر 10. بتستعد لهم إزاي بقى البطولات دي؟ معسكرات، تكثيف، تدريبات، يعني بتمشوها إزاي؟ بص حضرتك، والله طبعا إحنا عندنا منتخب كبير زي ما حضرتك عارف، بقى دلوقتي هو اتحط على الخريطة الدولية بشكل كبير، لأن بقينا بنحتل مركز في بطولة العالم، حتى البطولة الأخيرة بفضل من الله عملنا 5 ميداليات في البطولة. بقى الاتحاد دلوقتي في حصلته 3 سنوات 15 ميدالية متنوعة في بطولة العالم، ده عدد كبير، بالذات لرياضة المواي تاي. دي رياضة من الرياضات الصعبة والرياضات اللي بقت واخده مساحه على السوشيال ميديا بشكل كبير جدا، بجانب رياضه الام ام اي. لو اكيد حضرتكم عارفين ان الرياضتين دول بقوا بيعتبروا داخلين في محركات البحث، هي تاني الرياضات بعد رياضه كره القدم. في نجوم كمان من دول شمال افريقيا بشكل ملحوظ، من المغرب، من الجزائر، في الرياضات دي كمان جدا. لا المغرب ده حدوته في الرياضه دي. بس لما الافلام الحركه ركزت على رياضه المواي تاي، لانها فيها اسلحه كتير، الكوع والركبه والضربات الطايره، الشو بتاعها شو حلو، شو عالي، حتى الميديا الحركه بتاعتها جميله. كمان كل رياضه ليها خلفيه ثقافيه قويه، بتلاقي الرياضه ذات نفسها بتاعتها قويه، لانها بيبقى ليها شكل، بيبقى ليها ستايل. هي دي روح الرياضه دايما في الفنون القتاليه. كل الفنون القتاليه اللي جايه من خلفيه ثقافيه زي الكونفو، زي التايكوندو، زي الملاكمه التايلانديه، زي الايكيدو، كل الرياضات اللي اسيا عامله شغل رائع في الاطار ده طبعا. بيبقى عشان عندهم ثقافه قويه طبعا.
بيبقى حتى في بيفرقوا ما بين الرياضه كرياضه وما بين التراديشنال بتاعها. تلاقي في جزئين في ممارسه الرياضه دايما في فنونها القتاليه، في شكلها، جزء التراديشنال اللي هو جزء التقليدي بتاعها، وما بين الجزء الاساسي بتاعها. بس من اهم الرياضات اللي محافظه على الجزء التقليدي في كممارسه للرياضه بتاعتها رياضه المواي تاي، عشان كده تلاقيها دايما بتتعزف على انغام الموسيقى التايلانديه. اوكي. حلو جدا. طب هنروح بقى للاعبه مرات. مرات كلاعبه من وجهه نظرك طبعا بغض النظر بقى عن الاداره هنا، بتشوفي ان انت محتاجه قد ايه معسكرات تجهيز لاي بطوله او قبل اي بطوله يعني؟ انا بشوف اللي هو على حسب البطوله، بس كل البطولات اقل حاجه لازم تبقى شهر او شهر ونص يعني. طبعا لو بطوله عالم او كده لازم تبقى شهرين تمارين مكثفه، طبعا بنكثف اكتر بقى في اخر شهر او اخر اسبوعين يعني. بشوف ان كله لازم يبقى تكثيف على طول. وده يعني بيتم فعلا؟ اه بيتم يعني. حتى مع المنتخب المصري بننزل ثلاث تمارينات في الاسبوع مع مدربي الشخصي كابتن محمود عبد الحميد، كل يوم تمارين صبح وليل يعني، كله بيتم الحمد لله. كويس جدا. طب مرات يعني اكيد زي ما في ناس عارفين تفاصيل رياضه المواي تاي، ممكن تبقى ناس بتسمع عن الرياضه دي للمره الاولى في حياتها. صحيح. فعرفينا كده الرياضه دي عباره عن ايه؟ هل ليها انواع مختلفه؟ المنافسات فيها ليها انواع مختلفه؟ هي الرياضه اللي هي الملاكمه التايلانديه، هي من اسمها اللي هي 8 اسلحه عشان فيها ايد ورجل وكوع وركبه. احنا بنكون بنلعب على الحلبه، بتكون حوالي 3 جولات في 3 دقائق، بنستخدم فيهم كل ادواتنا اللي احنا نقدر نضربها اللي هي سواء ايد او كوع او ركبه. الحلبه بتاعتها زي اللي هي بتاعت الام ام اي برضه؟ لا، حلبه البوكس العاديه خالص. ملاكمه يعني زي حلبه الملاكمه. اوكي. بس بتكون بقى 3 جولات في 3 دقائق، على كل واحد على حسب ميزانه وسنه وحسب يعني كل بلد وكده. بس انت يا مستر كريم دايما عندك معلومات جباره حتى في الام ان ايه، عارف الحلبه المسمى. احنا كابطال رياضه قتاليه. اه طبعا طبيعتك. انا هتقول لي امال انا كنت بحضر له كل البطولات، امال كريم السهم؟ لا لا بس دي حقيقه. بص هقول لك، انا ناقص اقول له لعبت، يقول لي لعبت ام ام ايه كمان. انت عارف ان عندنا بطوله ام ام ايه ان شاء الله برضو قريب، عندنا بطوله الجمهوريه الشهر الجاي مفتوحه والرسميه. الام ام اي دي من اختصاصات الاتحاد المصري ان شاء الله الحمد لله للمواي تاي، ان هو مختص بلعبه المواي تاي والام ام اي، وعندنا استحقاق دولي بطوله العالم للناشئين في اليونان ان شاء الله. هايل. هو التغطيه بقى بمناسبه انت بتتكلم عن بطولات مختلفه، بتشوف التغطيه الاعلاميه تحديدا والصحفيه فعلا فيها مشكله ولا هي معموله بشكل كافي؟ خلينا نكون صراحه، لان هقول لك على حاجه، انا وكريم احنا استضفنا فقرات عديده قبل كده في السابق للمواي تاي، بس برضو بحس ان هو مش واخد الحق، هذه الرياضه تحديدا مش واخد حقها اعلاميا بشكل كبير يعني. لو نزلت فعلا الشارع زي ما انت بتقول ممكن ناس تسمع عنها للمره الاولى. فده هل ده تقصير من الاعلام ولا ده تقصير من الاتحاد ولا ده تقصير من مين؟ كنت من كذا سنه واحنا لسه قبل يعني قبل سنوات من اشهار الاتحاد، بقول له بنقول ان الالعاب الفنون القتاليه بشكل كبير صدقوني يمكن في نفس جماهيريه كره القدم. هقول لحضرتك ان مفيش شارع في مصر، مفيش مكان في جيم فيه اوضه بتمارس فيه الفنون القتاليه. الفنون القتاليه ما بتكلمش بس عن رياضه المواي تاي، لان المواي تاي هي جزء من الفنون القتاليه، بس بكلمك عن الفنون القتاليه بشكل عام، ملاكمه وتايكوندو، كل الالعاب دي كلها في 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 مربع واحد. ما بتمارسش الرياضه دي، فبالتالي احنا عاملين قطاع كبير جدا. وبالذات حضرتك، انا لسه كنا بنقول ان رياضات المواي تاي ورياضات الام ام اي هي لما في 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 طليعه السوشيال ميديا بشكل كبير، لان ناحيه الدراما الدراما بتاعتها، لانها رياضه قويه، فالدراما الاكشن بتاعتها عاليه. فبتلاقي الناس دايما متابعه. انت عندنا ضربه اسمها اللي هي ضربه النوك اوت، اللي هي الضربه اللي الواحد بياخدها مثلا بيتعدى عليه او بيحس، وبتلاقيه من بعدها قام عشان يكمل ماتش ويلعب. دي من بتبقى عاجزه سبيريت عالي، عايزه روح قتاليه عاليه. فعشان كده الالعاب دي دايما فيها الروح دي. طب الحديث بقى عن الروح القتاليه العاليه، ميرات ايه اللي شدك في مواي تاي؟ يعني ليه انت قلتي عملتي او مارستي كذا رياضه وبعدين رسيتي على المواي تاي، ايه اللي شدك تحديدا فيها؟ يعني حسيت ان هو مختلف يعني جديد يعني، قادره ان انا مثلا اعبر عن نفسي فيه، قادره ان انا اتحرك فيه براحتي، قادره ان انا امارس فيه اللي انا يعني ايماجينيشنز، اقدر اتحرك
اني اعمل فيه كذا حاجه، يعني لقيت نفسي لقيت فيه سبيس كتير قوي اقدر اعمل فيه اللي انا حباه. هي فنون قتاليه كنوع من الاستعراض الفني ولا هي فنون قتاليه بجد يعني؟ لا بجد طبعا. فيها لان في نسال كريم بقى في ال كريم انا احكي لك بقول لك انا نسال كريم ده قتاليه جدا وعنيفه جدا قوي لان في انواع مختلفه. اتفضل. هقول لحضرتك حديث لميريت حاجه، ليه البنات بتحب المواي تاي؟ لان المواي تاي السيلف ديفنس بتاعها سهل. سهل يعني البنت بتمتلك فيه جراءه. ليه؟ لان بتستخدم الكوع، وضربات الكوع والركبه ضربات مش محتاجه باور عالي، هي محتاجه سبير بس. ان يبقى انت عندك ازاي ازاي بيسموها الغزه، ازاي تعمل ضربه زي الديجر كده، تغز غزه الديجر. فمجرد انك انت اتعرضت في البونز لاي بتبقى غريبه كمان في الشارع على اي حد، انك انت تواجهه بالبونز او تواجهه بالشن او تواجهه بالركبه. الشوارع في الدفاع عن النفس يعني اقرب لكده نوعيه. لا 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 ده مش كتكنيك، انا بتكلم كشكل عام عند متفرج متخصص. لا ده فن يا استاذ كريم. لا مش بنكر ان هي فن، انا بس بقول لك شكل ضرباتها، وده اللي على فكره ده الى حد كبير من الحاجات اللي ساعدت على انتشار النوع ده من الرياضات، الى جانب ان احنا عندنا في عالمنا العربي موروث من قديم الازل حب الافلام اللي فيها اكشن من ايام بقى بروسلي وجاكي شان والحاجات دي مع اختلاف انواع الرياضه، بس في ناس كتير بتحب الشكل ده من اشكال الرياضه. وبالمناسبه الماتشات النسائيه فيها بتبقى عنيفه جدا جدا، يعني حاجه مبهره. وروح يعني مش عايز اقول لك عامله ازاي. ايوه نعم. لا احنا بنسمعك والله. لا ما انا مستني رد الفعل مش انت ليه حاسس هنعترض؟ لا اصل حضرتك مهتمه جدا بالسيدات وبالموضوع النسائي. يا استاذ بتشيك على التواجد النسائي عامل ايه؟ مش هتطمن على اولادي. وحجم الانجازات عامل ايه؟ لا دي حقيقه، بس انا مبسوطه، وعلى فكره لازم كلنا نبقى سعداء بالطفره الحاصله كمان في الرياضه النسائيه، وتحديدا في الرياضات القتاليه والنوع ده من الرياضات اللي هي كانت غير مالوفه او مش قامه الفتره اللي فاتت. والله الاداره عندنا مركزه على يعني تبقى كابتن استاذ محمد ابراهيم والاعضاء مجلس اداره الاتحاد بشكل عام مركزين على الموضوع بتاع تواجد العناصر النسائيه، لانه بيدي روح صراحه، بيدي روح لاي تواجد. كويس. يعني عندنا حتى في رياضه الام ام اي عندنا اول حكم في العالم كله سيده، هي كابتن نوره اول سيده حكم لرياضه الام ام اي انها تتواجد وسط داخل قفص في وسط اتنين بيتنحروا مع بعض بشده. فعندنا تواجد نسائي بشكل قوي جدا، عندنا بنات حققوا مراكز كبيره في بطوله العالم. تواجد مش صغير كمان. الاداره الفنيه بتاعت المنتخب بقياده مستر رفعت وكابتن وليد والمجموعه الموجوده كلها مهتميه جدا بالمنتخب العنصر النسائي وتواجده، طبعا بجانب احنا الفقراء احنا طب ميراك مفيش مره يعني انت طبعا اكيد اكتسبتي حاجات كتير من تفوقك في الرياضه دي، يعني ثقه بنفس، ثبات انفعالي، قوه، قدره على المواجهه والدفاع عن النفس عند اللزوم، مفيش مره في حياتك العاديه يعني اتحطيتي في ظرف ما استخدمتي من خلاله قدراتك القتاليه؟ لا بصراحه يعني ما جاتش الفرصه لسه. الحمد لله يا رب ما جاتش الفرصه لسه. ما جاتش لسه الفرصه ان انا اقدر ان انا اعمل كده يعني، بس ما تيجي اعمل. مش من مصلحه اللي بيعاكس قبل كده مع الوقت انه يتعرض لبرد باي حد خدت بالك؟ هي مستنيه الموقف يجي في حاله ترسب عشان هي لسه ما جاتش يا خساره. بس هو توجه عام على فكره حتى في الخارج مش بس في الداخل، فكره ان البنات تلجا للرياضات اللي من النوع ده علشان سيلف ديفنس، الدفاع عن النفس، لان مش كل الدول بتسمح باللي هي زي الاسلحه اللي بيبقى اسمها اسلحه بيضاء اللي هي ممكن ان هي تبقى معاها في الشنطه تبقى ليجل يعني قانونا بيسمح بيها، فبيلجاوا لده في مرحله ما بعد ما الواحد بيتعلم. نشوف يا ريت بتقول لك لسه ما جربتش. بعد ما بس هتجرب. هتيجي الفرصه انا متاكده. لا هي مرحله، وبتوصل لمرحله بقى الهدوء والسلام النفسي، بتبقى اتيقنت من نفسها ان هي خلاص بقت قادره ان هي لو حد اتعرض او حد حاول يعمل اي مشكله معاها ان هي قادره عليه، فهتلاقيها هي اصلا بتتجنب الموضوع ده. دايما ابطال الرياضات اللي فيها فنون قتاليه ودفاع عن النفس
بيبقوا اكتر الناس صبرا وحلما جدا، يعني ما بيشتبكوش غير لو اللي قدامهم يعني قطع عليهم كل السبل. صحيح. انا بيتهيألي انك انت كنت تلعب معانا قبل كده. لا والله، بس انا واحد بقى من الجماهير اللي بتحب افلام الاكشن، فمن قديم الازل عندي بص، النوع ده من الامور ليه جاذبيه للناس، لقطاع كبير من الناس بما فيهم الغير رياضيين على فكره، اللي هم بيكتفوا بس بالمشاهده. بالمناسبه، هل طالما دلوقتي بقى في اتحاد للرياضه دي وابتدينا نسمع دوليا فيها، اكيد يهمكم في الاتحاد ان انتم تزودوا او توسعوا من قاعده المشاركه من الفئات العمريه الاصغر شويه، حتى على سبيل اكتشاف المواهب اللي ممكن تكون نجوم مستقبليه. هل في خطه ما موضوعه للوصول برياضه المواي تاي للجامعات وللمدارس حتى في كل محافظات مصر؟ احنا طبعا في خطه زي ما قلت لحضرتك حاطينها وحاطها السيد رئيس الاتحاد باشمهندس محمد ابراهيم. في تعاقد مع بعض الجامعات، ابتدينا بنعمل في محاوله لبروتوكول مع جامعه حلوان وبروتوكول اخر مع كليه التربيه الرياضيه بنات الهرم. في كذا بروتوكول الحمد لله احنا شغالين عليه، لان الشباب اللي طالع هم اللي هيقدروا بيكملوا من بعدين، ما احناش هنقف عند المرحله دي بتاعه الانتشار بس المحدود بالنسبة لنا، ولكن المهتمين بالرياضة، الكليات، الجامعات، المعاهد، هم دول اللي بتدي بالتالي بنديهم وبنعرفهم يعني ايه رياضة المواي تاي وبيكملوا من بعدين. كويس جدا. طيب بالنسبة ان احنا اتكلمنا عن الاتحاد، البادجت المخصصة لهذا هذه اللعبة من قبل الاتحاد او مخصصة للاتحاد عامة تقريبا، حتى لو انت مش عايز تقول رقم بس لو عندك الرقم يا ريت تقوله لنا، هل هي كافيه انكلودنج المعسكرات لو في مرتبات وغيره وغيره، يعني زي ما تقول اوفرول، تقدر تكلمنا في الملف ده لو ما فيهوش حساسيه يعني؟ والله هو كل عشان نطمن بس. هو كل حاجه بامانه والله مش يعني ما بيزيدش على حد. بس احنا لولا الاداره اللي احنا بنتمتع بيها في الوقت الحالي ده في الاتحاد ما كناش عملنا الانجاز الكبير ده كله. اوكي، يبقى الاداره موفره لك ايه بقى؟ الاداره موفره فكر ناجح بس، لكن اللي بيه احنا قادرين، لكن هل الموارد الماديه؟ لا، الموارد الماديه الصراحه مش مرضيه، مش مرضيه وكافيه، لدرجه ان احنا في اعتذارات يعني مثلا بنحاول نعسكر في المركز الاولمبي بيبقى بصعوبه شديده عشان نقدر نعسكر عشان انتوا في المركز عشان نقدر نعسكر خارجي في دوله ثانيه. عشان يعني بالتوفير بيبقى بصعوبه. ده مجهود ذاتي بقى ولا مجهود ذاتي يعني اللعيبه هي اللي بتصرف؟ لا لا لا، الاتحاد بس فيري ليميتد بادجت، البادجت بيبقى محدود، فما مش قادرين نتحرك بالشكل الكافي. لو البادجت اللي محطوط ابتدى يكون على قد فعلا السفريه، على قد حجم المجهود المبذول، بالتالي هنقدر نشارك باعداد اكبر في بطوله العالم، هنقدر نحصد ميداليات اكتر. انا بيحضرني ان في البطوله العربيه على ما اعتقد ان الكابتن قعد نوع من السيد الرئيس الاتحاد قعد شويه من الاداريين عشان يقدر يزود اعداد اللعيبه اللي هتقدر تشارك في البطوله. دي انت عارف حاجه يا محمود، انا نفسي حد من الاتحاد يقول لي ان البادجت كافي. احنا بنستضيف البرنامج ده كل الرياضات تقريبا برؤساء اتحادات كمان بينورونا، لكن لما بنسال على سؤال البادجت ده بس كل الاتحادات عندها مشكله في البادجت ان هو غير كافي. انا هقول لحضرتك حاجه، ان في الرياضات الفرديه البادجت غير كافي جدا. غير كافي جدا. انتوا تحت انهي اتحاد تحديدا المواي تاي؟ احنا مش تحت، احنا اتحاد منفصل حضرتك. امال ايه؟ الاتحاد المصري للمواي تاي. اتحاد منفصل. اتحاد منفصل رياضه المواي تاي وتحتيه كمان رياضه الام ام اي. تقريبا بقاله قد ايه؟ موارده بتيجي منين الاتحاد ده طالما بنتكلم على اتحاد مستقل؟ موارده بتعتمد على ايه؟ اي اتحاد بيبقى له دعم من الوزاره سنوي. بادجت رقم ما. ايوه. وبعد كده هو بيبتدي يشتغل ما بين دورات وبطولات وندوات، بحيث ان الحاجات دي كلها تبقى تجيب له
موارد ان هو يقدر يصل. تمويل ذاتي. تمويل ذاتي بس كده؟ طبعا حضرتك الموارد دي انا لما بعمل دوره بطبيعه الحال الشاب اللي عايز ياخد الدوره دي وعايز ياخد دوره مدعومه، طب انا ما هقدر هدعمها ازاي؟ انت لسه بتنشر رياضه. الرياضه دي ما هياش رياضه صغيره، دي الرياضه بقت واخده يعني واخده اهتمام عالمي كبير جدا واهتمام دولي كبير جدا. طب احنا محتاجين نطلع عشان نكون جنب الدول الاولى اللي بتمارس هذه الرياضه بطبيعتنا كمصر. انت في كل الصور يا عفوا، انا مش انا لاحظت مرات في كل صور. طب يعني احكوا لنا وانتوا بتتكلموا كده برضو، دي كانت فين؟ دي كانت في بطوله العالم في ماليزيا السنه اللي فاتت اللي اتعملت في ماليزيا. اللي هي مرات من اشطر اللعيبه عندنا ما شاء الله. طبعا البنات بتبقى عندهم فرصه كويسه جدا في رياضه المواي تاي. بالتالي لما بنت بتكون مجتهدة وشاطرة زي ميريتي كده ما شاء الله عليها، عنصر جيد جدا وملتزم جدا على ده كابتن وليد والمنتخب المصري بشكل عام. جميل. طب احنا عايزين يعني نشوف كده بقى ترجمة عملية للكلام اللي احنا بنتكلم عليه. احنا بنقول ان في نواقص، اكيد النواقص دي بتسمع بالسلب في امور بعينها. من وجهة نظر بقى واحدة من بطلات الرياضة دي، انت حاسة ان لو ايه حصل الدنيا هتفرق كتير معاكي ومع كل البطلات اللي زيك؟ يعني مثلا لو في شويه اهتمام شويه في حوالي المعسكرات وكده هيفرق كتير جدا، ان احنا مش بنلحق نعسكر مع المنتخب، احنا اغلبنا بيعسكر مع كابتننا الخاص. بس طبعا لو كان عسكرنا مع المنتخب نفسه هيبقى احسن بكتير، اللي هو معسكر مكثف ويبقى الوزاره عينيها علينا اكتر، سواء في السفر او في الراحه المجيه لازم يبقى في شويه يعني اهتمام. طبعا ده لو كان موجود كان هيفرق في حاجات كتير جدا، وكان هيدي فرص للعيبه كتير جدا ان هم يطلعوا يقدروا يعملوا حاجه يعني. كويس. هي اللعبه دي موجوده او الرياضه دي موجوده في كام دوله في العالم؟ لا موجوده، بيتقدم عند عليها ملف في اللجنه الاولمبيه الدوليه، يعني ملف كبير يعني من المحتمل ان هي تبقى في 25 او فيما بعد تبقى ثابته في الدورات الاولمبيه، اللجنه الدوله الاولمبيه. ده معنى ذلك ان هي عدت ال 100 دوله. عدت ال 100 دوله طبعا. لان عشان انت من عشان يبقى في ملف جوه اللجنه الاولمبيه الدوليه لازم يبقى عدى، يبقى الملفات رقم الدول معين من الدول، لازم يبقى ملفاتك عدت 100 دوله باتحادات منفصله. اوكي. طب واحنا في مصر عندنا الاتحاد ده بقى تقريبا كام سنه؟ بقى له 4 سنين، ده السنه الثالثه عليه. خلص السنه الثالثه وداخل في الرابعه ان شاء الله. يعني الى حد ما الاتحاد لسه مستحدث، فربما عشان في البدايه ما يكونش فيه لسه البادجت او الوعي ان يكون فيه بادجت اكبر بكتير من الوضع الحالي عليه، اللي انتوا طبعا بتتكلموا اساسا في مشكله او في نواقص. لما يكون احنا اتحاد ناشئ وفي رياضه من اقوى الرياضات على مستوى العالم وعاملين بطولات، ده حقيقي، ده انجاز كبير. صحيح. ده انجاز كبير. حضرتك رياضه المواي تاي من الرياضات اللي بيسموها رياضه الجيوش من قوتها ومن الاهتمام العالمي الكبير. يعني تاني من الرياضات اللي في اوروبا بتحتل مركزه متقدمه جدا من ناحيه الاهتمام. كل الاوروبيين لازم في الويكند بتاعهم معسكر، حتى لو هو بيمارس رياضه المواي تاي مش للابتدائي، بيمارسها ممارسه عاديه جدا. فلما تكون الرياضه من بدايتها بادئه بالقوه دي، بالتالي انا لازم ان اكون مهتم. لو انا بهتم الاهتمام بتاعي 50% اهتم بيها 70-80%. ده اللي احنا بنامل فيه بقى ان شاء الله، ان الانجازات اللي اتحققت برغم ان احنا بنتكلم في الاخر على رياضه نسبيا وليده في مصر واتحاد حديث نسبيا، ومع ذلك في بطولات بالشكل ده بتتحقق. نتمنى يكون ده نقطه انطلاق لما هو احسن بالنسبه لكم الفتره الجايه، وبما يجلب المزيد من النجاحات والانتصارات إن شاء الله. والبطولات. نورتونا وبنشكركم على وجودكم معانا. احنا مبسوطين جدا ان احنا على قناه الاهلي، والله ده يوم بالنسبه لنا يوم سعيد جدا. انت احنا لاحظنا لسه كنت هقول لك ده مخصوص عشان الاهلي. والله ده مخصوص عشان الاهلي. نورتنا يا محمود والله، نورتينا يا مرات. وان شاء الله يبقى في قدام يعني اختلاف شويه مع الاتحاد في قصه البادجت، لانه الرياضه الناجحه هي اللي بتفرض ده كمان، والابطال الناجحين هم اللي بيفردوا ده على الساحه. فبالتوفيق. الاتحاد عندنا مختلف في حاجه مهمه جدا، كل الاعضاء اللي موجودين فيه في الناحيه الاداريه والرياضية والفنية والتحكيم كلهم كانوا رياضيين من الدرجة الأولى. حلو.
الرئيس تبقى الاتحاد. بقى عشان الوقت بس تبقى هنا الشق اللي احنا بنتكلم عليه المادي ان شاء الله يتوفر بشكل كافي، هو ده اللي احنا بنتمناه اكيد للفتره اللي جايه في كل الرياضات كمان. هنروح فاصل سريع ونرجع للفقره الاخيره، هينورنا كابتن ايهاب جلال نهم نجم النادي الاهلي السابق، خليكم معانا.